السلام عليكم ومرحبا بكم خاوتي واخواتي من جديد مع أخبار الجزائر اليوم. في الأخبار عدنا: الجزائر تضع خطة مع الصين للقضاء على إسرائيل. في الأخبار أيضا وبالفيديو: المعلق الجزائري حفيظ دراجي يقول أن المغرب فازت على إسبانيا وتأهلت بالحظ. أخيرا في الأخبار: وزارة الداخلية الفرنسية تصدم الحراق الجزائريين وستعيدهم كلهم إلى الجزائر. هذه هي أبرز عناوين أخبار الجزائر اليوم. لا أبقى معنا حتى الآخر باش تعرفوا التفاصيل أعزائي المشاهدين. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش أرجوكم تضغطوا على زر الإعجاب، فهذا سيساعدنا على حملات السينار، خصوصا وأننا نتحدث عن إسرائيل في هذا الفيديو. لذا نرجو منكم دعمنا ليصل هذا الفيديو إليكم، وشكرا جزيلا لكم. في الخبر الأول وبالفيديو: المعلق الجزائري حفيظ الراجي يقول أن المغرب فازت على إسبانيا وتأهلت بالحظ. قال الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي أن منتخب المغرب تأهل بالحظ إلى الدور الربع النهائي من مونديال قطر. ويرى دراجي أن منتخب إسبانيا يستحق الخروج من دور الثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر بالنظر إلى مبارته أمام المغرب. واستدرك في تصريح لقناة الهداف: ولو أن الحظ دورا كبيرا جدا، لأن المنتخب الإسباني كان مستحوذا ومسيطرا على المباراة. وأشار حفيظ الراجي إلى أن المنتخب المغربي اختار أن يبقى في الخلف ويلعب على قدراته. تابعوا معي هذا الفيديو وأخبرونا رأيكم في التعليقات. حفيظ الراجي صرحت من قبل بأن المغرب بالتيكيتكا الإسبانية، ربما أنت واحد من محبي المنتخب الإسباني، هل يستحق الخروج من هذا الدور؟ لا يستحق الخروج، يعني بالنظر لمباراته أمام المغرب يستحق الخروج، ولو أنه الحظ لعب شوية دور كبير جدا لأنه كان مستحوذ وكان مسيطر. منتخب المغرب يختار أن يبقى في الخلف ويلعب على قدراته، هذا شيء طبيعي لأنه المباريات مثل هذه تلعبها من أجل أن تفوز بها، لا تلعبها من أجل أن تمتع الجماهير. أما بالنسبة لخيارات المدرب فتبقى خيارات، طبعا هو عنده حساباته عنده أسبابه، احنا من بعيد نقول لماذا راموس، ولكن تصور لو وصل للدور نصف النهائي ولا واحد يتكلم على راموس ولا يتكلم على الدخية. الخيارات هي هكذا بالنسبة لمدرب، أنا لم أسمعه ماذا قال بعد نهاية المباراة، ولكن أعتقد بأنه لم يكن موفق المنتخب الإسباني في هذا المونديال. يذكر أن المنتخب المغربي تأهل إلى الدور، يرجى تذكير أن المنتخب المغربي تأهل إلى الدور الربع النهائي عقب فوزه بركلات الترجيح 3-0 على نظيره الإسباني بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي على نتيجة التعادل السلبي 0-0. ومنتخب أسود الأطلس هو المنتخب العربي الأول والوحيد الذي بلغ الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم، كما أنه رابع منتخب إفريقي يصل إلى هذا الدور. ويلاقي المنتخب المغربي نظيره البرتغالي يوم السبت غدا في مباراة واعدة بملعب الثمامة لحساب الدور الثمانية من مونديال قطر. أيضا لم يكن هذا التعليق الوحيد عن فوز المغرب على إسبانيا من طرف حفيظ الدراجي، حيث قام في 6 ديسمبر بوضع هذا المنشور على الفيسبوك: المنتخب المغربي يفعلها ويبلغ ربع نهائي كأس العالم بجدارة بعد مجهود بطولي كبير على مدى 120 دقيقة لعب صمد فيها الأسود أمام الإسبان، وصنع فيها الحارس البارع ياسين بونو الفارق في ركلات الترجيح. ألف مبروك للمغرب وجماهيره الرائعة. ما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع، وما رأيكم في تعليق حفيظ الراجي حول فوز المغرب؟ هل توافقونه الرأي؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. في الخبر الآخر: وزارة الداخلية الفرنسية تصدم الحراق الجزائريين وستعيدهم كلهم إلى الجزائر. حيث وضعت الداخلية الفرنسية شروطا جديدة خاصة بمشروع الهجرة لتشديد القواعد على المهاجرين الغير شرعيين. وتحدث وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانين عن قانون الهجرة الجديد الذي أعدته الحكومة الحالية في فرنسا. وأكد دارمانين في تصريح لموقع فرانس إنفو أن القانون الجديد سيطرد الأجانب المتواجدين على الأراضي الفرنسية في وضعية غير قانونية أي الحراقة، ولا يعملون أو لديهم سجل جنائي. وأضاف الوزير الفرنسي أن القانون سيمنح الذين سيبقون في فرنسا فرصا أفضل للعيش في البلد. وأكد وزير الداخلية أنه سيتم وضع تصريح إقامة للأجانب العاملين في الحرف ومنحهم تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة سنة كاملة.
بخصوص المعايير المطلوبة لتسوية أوضاع المهاجرين الغير شرعيين، ستتضمن وجود سجل قضائي نظيف واختبارا للغة الفرنسية، وإذا كانوا لا يعلمون كيف يتحدث اللغة الفرنسية سيعادون إلى بلدانهم. ويواصل وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمان تحركته منذ مدة لتطبيق سياسة عمليات الترحيل وأوامر الطرد. فما رأيكم في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار، الجزائر تضع خطة مع الصين للقضاء على إسرائيل. قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يوم الجمعة أن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي والصين من شأنه أن يسهم في ظهور عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن السياسات الأحادية والمساعي الهيمنية. وأشاد الوزير الأول في كلمة له ألقاها في القمة العربية الصينية الأولى بالعاصمة السعودية الرياض بالموقف المشترك اتجاه القضية الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية في العالم العربي، بما يستوجب تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم لها. وقد بادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في نوفمبر الفارط والتي كانت عن حق قمة لم تشمل باقتراح إنشاء لجنة اتصال وتنسيق عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، للمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، حيث دعت الجزائر الصين إلى الانخراط في هذا المسعى للموقف العربي. الجزائر قامت بدعوة الصين إلى دعم العرب على إسرائيل، وأوضح أن الصين لم تتردد في دعم القضية الفلسطينية ومساندة حركات التحرر في الدول العربية، وبدورها لم تتخلف الدول العربية في دعم مبدأ الصين الواحد واستعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة. ونقل الوزير الأول تحيات الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والذي يتابع باهتمام خاص أشغال القمة هذه، ويتمنى لها كل النجاح باعتبارها خطوة جديدة في مسار بناء شراكة استراتيجية بين الصين والدول العربية مبنية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والنمو المشترك. وقال أن اجتماعنا اليوم يحمل استذكار التواصل بين الحضارتين العربية والصينية الضاربة جذورها إلى أعماق التاريخ، حيث ارتبط الجانبان بعلاقات امتدت على مدى أكثر من 2000 سنة عبر الطريق الحرير برا وبحرا، وكان السلام والانفتاح والتسامح والتعاون سمة بارزة بين الصين والدول العربية. وأيضا أكد دعم الجزائر لهذه المبادرة لاعتمادها على برنامج إنمائي في مجالات البنى التحتية الأساسية والاتصالات والطاقة، وهو ما من شأنه خلق ترابط وتشابك بين الاقتصاد والإنسانية أكثر للمبادرات التجارية وفضاء أرحب للاستثمارات المشتركة. كما أشار في إطار العلاقات العربية الصينية بالدعم الذي قدمته الصين للدول العربية لمكافحة جائحة كورونا في نموذج راق لعلاقات التضامن بين الدول النامية التي لا تنفصل فيها الأبعاد الإنسانية عن علاقات الاقتصاد والتجارة. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أيضا أخبرونا رأيكم في التعليقات. إخواني وأخواتي، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. نشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، وسنلتقي مجددا في فيديو آخر مع أخبار أخرى. إلى اللقاء.